بأطيب التحايا المسائية نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في هذا المساء الكربلائي الجميل، والذي نقف فيه أولا على هذه المناسبات الجميلة التي مرت بهذا الشهر الكريم، والتي اختتمت بولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذه الولادة الطاهرة، هذه الولادة الميمونة، والتي تزامنت أيضا معها عمليات تطهير مدينة الفلوجة من دنس الإرهاب ودنس التكفير الإرهابي المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي. وهذه الانتصارات التي يسطرها أبناء العراق وأبناء القوات المسلحة العراقية للذود عن شرف الأمة وكرامتها، والذود عن المقدسات والدفاع عن الإنسانية أيضا. فنبارك لكم هذه الولادة الطاهرة الميمونة وهذه الانتصارات الكبيرة التي يسطرها اليوم أبناء الحشد الشعبي المقدس وأبناء القوات المسلحة العراقية وأبناء طيران الجيش وأبناء العشائر العراقية الأصلاء الذين يصطفون في خندق واحد للمواجهة. أيضا هنالك صناديق تتواجد في أغلب شوارع العراقية وفي المساجد لدعم هذه الحركة الشعبية، هذه الحركة المقدسة، لدعم أبناء الحشد الشعبي المقدس، والذين يضحون اليوم بالغالي والنفيس. ويقول الشاعر: الجود بالنفس أقصى غاية الجودي. فأيضا هنالك ندعو أن تكون هنالك حملات شعبية للتبرع لهم بالدم وتبرع بالمال، أيضا لأن نكون ظهيرا سانداً لهذه القوات التي تدافع اليوم عن الإسلام وعن المسلمين أيضاً. كما أعود مرة أخرى لحلقة هذا اليوم والتي نتكلم فيها عن الصدقة، وهي امتداد حقيقة للحلقات السابقة. الصدقة دواء لكل داء، هكذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا عبر عنها. أرحب أجمل ترحيب بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج، الدكتور محسن القزويني، مؤسس جامعة أهل البيت. دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك، حياك الله. أولا أقف على المناسبة الأولى، هي ولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المناسبة العطرة، هذه المناسبة التي استنارت بها كل الإنسانية، وأيضا كانت هي محطة انطلاق جميلة جدا ومحطة موفقة إن شاء الله ببركات ولادة الإمام الحجة بن الحسن المهدي. انطلقت عمليات 15 شعبان لتطهير مدينة الفلوجة من دنس الإرهاب. نبارك لك الولادة أولا، ومن ثم أبارك لك هذه الانتصارات التي تتحقق من أجل الإنسانية ومن أجل السلام أيضا، ليكون هنالك سلاما في كل العالم. فمباركين. بارك الله فيكم، وأنا بدوري أوصل هذه المباركة إن شاء الله إلى إخوتنا المجاهدين من الحشد الشعبي، وإلى الشعب العراقي بأسره، وإلى الأمة الإسلامية حقيقة. وأنا من هذا المنبر أدعو الشعب العراقي كله يكون حشدا شعبيا، ليس فقط هؤلاء الذين يقاتلون اليوم. يعني المطلوب مثل ما تفضلت أنه لابد من إسناد الحشد الشعبي بالمال والنفس وأيضا بالدم وما شابه ذلك. الآن العراق يخوض معركة حاسمة بالنيابة عن كل الأمة الإسلامية حقيقة في مواجهة، بل دكتور بالنيابة عن العالم. هنالك يعني صور آسف صور صحيح. مواقع التواصل الاجتماعي غصت حقيقة بي 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 بالصينيين وبالأفغانيين وبالشيشانيين وبالبرازيليين، وأنا أقول لك لو كانت هذه المعركة في دولة أخرى لما تحقق هذا الانتصار. أكيد. وأكثر من ذلك أنه حقيقة إذا رجعنا إلى الوراء وإلى التصريحات اللي أطلقت يوم تحرير الموصل أو يوم غزو الموصل من قبل داعش، كل التكهنات كانت تؤكد أن موصل لا يمكن استردادها إلا بعد، قسم قالوا 10 سنوات، قسم قالوا أوباما، أنا أتذكر أنه أعطى رقم 7 سنوات، وأقل الأرقام التي أعطيت 5 سنوات. وهذا شيء طبيعي، يعني الجيش المنكسر، أي جيش منكسر في المعركة بحاجة إلى فترة زمنية، إعادة هيكلة، إعادة تدريب، إعادة تسليح، إعادة تخطيط، إعادة، خصوصا هذه النكسة الكبرى التي حدثت في العراق، كانت يعني نكسة كبيرة جدا بحاجة لا يقل عن 5 سنوات أو أكثر حتى يمكن استعادة هذا الجيش، وحتى يمكن أن، لكن نحن نشاهد أنه خلال فترة قصيرة جدا، فترة قياسية، تمكن الشعب العراقي
بوجود الحشد حقيقة، ولولا الحشد ما كان تتحققت الانتصارات، ما كنا ولا كان العراق بفترة قصيرة جدا وبإمكانات محدودة وضعيفة، ليست تلك الإمكانات التي تمتلكها الدول. يعني تصور أنه مصر بعد 8 سنوات من النكسة وتسليح وتدريب وكذا صارت في معركة 73، بعد نكسة 67، بعد كم سنة، بعد 6 سنوات تمكن الجيش المصري أن يحرر جزء قليل، وهو جزء من سيناء، مو كل سيناء استطاع أن يحررها في معركته ضد إسرائيل. هاي شيء طبيعي، يعني كل الدول اللي تنتكس في معركة بحاجة إلى فترة زمنية أكيد. لكن الحمد لله لإيمان هذه المجموعة الخيرة، هؤلاء المجاهدين، هؤلاء الذين استمدوا قوتهم من المرجعية من الدين، تمكن الحمد لله يحرروا. وضمن هذه الفكرة أيضا نحن الصدقة دواء المنجة، كما دعوت إلى صناديق أدخل صناديق، هذه الفكرة هي حقيقة لب بحثنا وحديثنا اليوم، أنه دور الأمة. جميل. للأمة يجب أن تتحمل هي المسؤولية. جدا. دكتور، قبل أن ندخل إلى الصناديق وإلى الصدقة، يعني أيضا نشاهد هنالك حقيقة بعض الأصوات، بعض النشازات التي بدأت تغرد خارج السرب لغرض يعني فبركة بعض الحقائق عما يجري في الفلوجة. في الواقع نحن دائما ربما نتمثل بقول الشاعر الذي قال: لو أن كلبا عوى ألقمته حجرا لأصبح الصغر مثقالا بديناري. لكن هل نفسر أن هذه الهبة الآن الإعلامية في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المحطات الفضائية والتي تريد حقيقة حرف المسارات الحقيقية أو تقوم بخلط الأوراق على الناس، يعني هل نستطيع أن نقول هذه قراءة أخرى لانكسار داعش وتقهقر هذا التنظيم في العراق؟ في الواقع هو يعني داعش ما انتصروا إلا بالحرب النفسية، وهذه الحرب النفسية لا زالت مستمرة. يعني داعش وأعوان داعش، حلفاء داعش، مجموعة من دول ومنظمات، حتى الأمم المتحدة، نسمع من الأمم المتحدة يعزفون على الشعب الأهالي فلوجة أنه يعانون قضاياهم الإنسانية. من المسؤول عن هذا؟ هو الحشد الشعبي أم داعش اللي هو السبب في ذلك؟ أحسنت. يعني أكو حقيقة في هجمة، في حرب نفسية شديدة جدا ضد المجاهدين، ضد المقاومة. تتركز هذه الحرب النفسية على نقطتين: النقطة الأولى أهالي الفلوجة وما يعانون من مصائب ومن مشاكل، والجانب الثاني القضية الطائفية، علما بأنه اليوم حقيقة الذي يقاتل داعش كل الطوائف من كل الأديان. يعني الآن الحشد الشعبي، الحشد الشعبي اللي هم من تابعين لأهل البيت سلام الله عليه، وإلى جانبهم من؟ إلى جانبهم الحشد العشائري من نفس منطقة الفلوجة والأنبار أحسن. وإلى جانبهم أيضا هنالك أفواج من الأخوة المسيحيين والصابعة أيضا، صابعة وكل يعني كل العشائر، كل يعني كل الطوائف، كل الملل اليوم ومن كل المحافظات اليوم يشتركون في هذه المعركة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ليس هناك حرب طائفية، بل بالعكس أنه هذه المعركة وحدت الشعب العراقي. أحسنت. على خلاف ما تبثه هذه الإذاعات المسمومة والقنوات المسمومة، أنه يعني اليوم يعني الحقيقة الناصعة أنه الآن الشعب بوحدته بتماسكه هو الذي يحارب اليوم. أحسنت. وربما يعني خير دليل على ذلك توحد العراقيون في مواقع التواصل حقيقة. الاجتماعي وفي تويتر خصوصا، يقال انه بعض الهاشتاكات تقول تويتر يغرد عراقي. دعني اعود الى موضوعي حقيقة، الصدقة، والصدقة دواء لكل داء، هكذا قال امير المؤمنين سلام الله عليه، دواء منجح. منجح احسنت. بلي الصدقة. نكمل ما تركناه بالحلقات السابقة. حقيقة قلنا ان الدولة يعني تحتاج إلى بناء مؤسسات أيضا، يعني أن المجتمعات لا تعتمد فقط على الدولة. وقلنا أتذكر يعني حتى أربط المواضيع بعضها ببعض،
قلنا هنالك نظام اقتصادي اشتراكي تعمل عليه الأنظمة الاشتراكية، والذي تكون الدولة هي من تتكفل بكل مستلزمات المجتمع، وهنالك أنظمة رأسمالية تعتمد على أصحاب رؤوس الأموال والشركات أيضا، ورؤساء الأموال هم من يقومون ببناء أو يعني على أقل التقادير بإنجاز المشاريع المهمة والعملاقة في بناء الدولة. نحن أين من هاتين النظامين، اشتراكي أم رأسمالي؟ أنا حقيقة أشير في بداية حديثي إلى نظرية الإمام الشيرازي قدس سره التي كتبها في كثير من كتبه. يعني لو تطالعون كتب السيد الإمام الشيرازي أعلى الله مقامه ستجد أن هناك تركيز أن الاقتصاديات البلد لابد أن تكون بيد الناس وليس بيد الدولة. الدولة مجرد مهمة الإشراف. طيب. الدولة تشرف وتنظم، بس الاقتصاديات عصب الاقتصاد لابد أن يكون بيد الأمة بيد الشعب. ولذا السيد الشيرازي أعلى الله مقامه يدعو إلى الحرية الاقتصادية، إلى حرية التملك، إلى حرية الأنشطة الاقتصادية، وإلى أيضا إلى التعاونيات. بل. يعني إلى تعاونيات، وهنا يعني أعطي تطبيق عملي لهذه الفكرة. فكرة التعاونيات هي صندوق أرض الحسنة التي أنشأها الإمام الشيرازي أعلى الله مقامه في إيران عند هجرته إلى إيران، وما كان يعانيه الأخوة العراقيين الذين نزحوا إلى إيران وهم بكثرة كانوا حقيقة، دعا إلى فتح صناديق للقرض الحسنة للقروض، وهذا كان لها دور كبير جدا في إغاثة نسبة كبيرة من هؤلاء النازحين، وكانت تجربة حقيقة رائدة جدا. يعني حقيقة هذه التجربة بحاجة إلى دراسة وبحاجة إلى من يدرس هذه التجربة. تجربة صناديق قرض الحسنة التي أسسها الإمام الشيرازي في كل إيران، في كل مناطق إيران، من طهران، من قوم، من يزد إلى أصفهان إلى شيراز ستجد. وهاي التجربة حقيقة أعطت للأخوة الإيرانيين حقيقة فد متسع لحل مشكلاتهم الاقتصادية من خلال صندوق قرض الحسنة. وهذا عمل حقيقة جمعي، عمل معنات جزء من مسؤوليات المجتمع هو إدارة أمواله بإعطاء إلى أصحاب الحاجة. إلى طبعا حديثنا هنا يعني حقيقة هو أوسع من ذلك، يعني نحن ندعو إلى تعاونيات اقتصادية، يعني الشعب يتحول إلى مجاميع متعاونة، وانطلاق من الآية الكريمة، الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. لما نقول تعاونوا، شو الكلام وتعاونوا يعني إلى الجمع، هناك فرق بين العمل الخيري وبين العمل التعاوني، لابد أن نوضح ذلك. ممتاز. حقيقة كيف يعني؟ العمل الخيري يختلف عن التعاوني. العمل الخيري هدفه الخير، زين، مو هدفه الاقتصاد، يعني مو هدفه بناء اقتصادي، بل ولو هو له آثار اقتصادية، وطرفه شخص واحد، يعني شخص واحد هو الذي يقرض، يبادر، يعني هو الذي يقرض الناس، يعطي صدقات، يعطي كذا، هذا عمل خير. طيب. اما العمل التعاوني هو عمل تبادلي، يعني وتعاون جمع، يعني واحد يعطي واحد يستفيد، واحد يستفيد، فاذا هناك تعاوني، وهذا طبعا اللي ينقذ اقتصاد بلدان العالم. زين. يعني دكتور هذه الجمعيات، يعني احنا نسمع بالاعلام او يعني في كل انحاء العالم مثل ما تفضلت، هنالك جمعيات خيريه في بعض الاحيان تقيم حتى مثلا حفل خيري وتدعو به مثلا الفنانين، اللاعبين، رجال الدين، الشخصيات المهمه البارزه بالمجتمع
من أجل أن يتبرعوا بمبالغ لمثلا إعانة شعب ما أو لتفادي كارثة صحية معينة. وهنالك جمعيات تعاونية يعني هذه في ميادين الزراعة صناعة. بلي بلي بلي. طيب هذه الجمعيات التعاونية من هو الذي يقوم بإنشائها؟ شوفوا هذه الفكرة، يعني فكرة الجمعيات التعاونية لو شوية يعني نتسع في مفاهيمنا الإسلامية نجد أنه جذورها جذور إسلامية. طيب بالرغم من أن الكثير الآن يدعي أن صاحب هذه الفكرة هو واحد ألماني يعني مشهور أنه هو من قام بهذا المشروع أول تعاونية في سنة 1845 في ألمانيا، جمع مجموعة من الأعضاء ووزع عليهم أموال لتعاونية، وهو صاحب هذه الفكرة. هذا اللي الآن مشهور أنه الفكر التعاوني هو لفريدريك إيفانيز، وهذا طبعا خلاف الحقيقة. الحقيقة تؤكد أن الفكر التعاوني، الإسلام هو اللي جاب بالتعاون روح التعاون، الإسلام جاب هذه الفكرة من هذه الآية الكريمة. وفعلا إحنا لو نعود إلى التاريخ الإسلامي سنجد حقيقة يعني شكل بسيط من هذه التعاونيات. مثلا عندنا النهدة أو أو ما يسمى بالتناهد، موجود عندنا في الفقه الإسلامي في التاريخ الإسلامي. التناهد هاي الفكرة كانت موجودة عندنا في الإسلام. شنو معنى التناهد؟ معنى التناهد لما مجموعة من المسلمين أصيبوا بالفقر في قرية من القرى أو في مدينة أصيبوا بالفقر، ماذا يعملون؟ كل واحد يخرج ما عنده، يخرج ما عنده بس بشكل متساوي. يعني أنا مثلا يعني في مجتمع، هذا صار طبعا، هذا صار في كثير من الحالات، خصوصا بعد حروب بعد مشاكل، نجد بالتاريخ الإسلامي هاي يعني هذه القضية، قضية التناهد صارت. يعني عندما أصيب قرية أو قرية أصيبت بالفقر والفاقة أو بنكسة أو بزلزلة أو بأي شيء صار كارثة، كارثة. فشي يسوون؟ كل واحد يخرج بعدد مساوي، يعني كل واحد مثلا يطلع على سبيل المثال خروف، وكل واحد يطلع خروف، وهذه تجتمع ثم بعد هذا تقسم بين هذه المجموعة بين أهل القرية، كل واحد حسب حاجته. هاي فكرة كانت موجودة مطبقة عندنا في الإسلام، هاي في حالة من حالات التعاونيات، في حالة بسيطة. وأكو شيء آخر، شكل آخر هم طبق بالإسلام في مرحلة، يعني هذا موجود، أنا لا أريد أفصل يعني بلي بلي. في كثير لا دكتور لا بس أنه نمر بهذه التجارب. جمع الأزواد أيضا، جمع الأزواد تسمى حتى في التاريخ موجود هذا الشيء. جمع الأزواد هي مثل التناهد، بس الفرق شنو؟ كل واحد يطلع ما يتمكن، يعني في ظروف قاهرة يصير في مجتمع مثلا زلزال يصير، عاصفة يصير، نعم مشكلة، أي كارثة، قحط يصير، فالناس يسوون يخرج ما عنده. ذاك التناهد يخرج بشكل متساوي، لطيف، يعني على كل واحد بلي بلي بلي. يخرج ينفق بشكل متساوي، نعم. بينما جمع الأزواد لا، هذا يخرج ما عنده ثم تقسم حسب الحاجة. ممتاز. فهذا الفكر، إذن أنا أريد أقول أن الفكر التعاوني جميل، إلى جذور في الإسلام، أكيد إلى جذور في الإسلام، وهو يعني لا نخشى، لا نقول أنه هذا فكر اشتراكي. دكتور خلي أخذ فاصل وأرجع لك. الآن كثير يعتبر أنه
فكرة التعاونيات فكرة اشتراكية. مو السبب دكتور إذا تسمح لي، السبب يعني كل هذه الجمعيات يعني تلقيها انطلقت بعد الحرب العالمية الأولى يعني أو الحرب أو العالمية الثانية 1845. نعم نعم لا أنا يعني انطلقت في ألمانيا بعض الجمعيات يعني مثلا. وللعلم يعني الأول دولة اشتراكية كانت ألمانيا يعني ممتاز. أول ما طبقت الاشتراكية في ألمانيا بعد ألمانيا بعدين الاتحاد السوفيتي تسببت بحرق العالم بحرب هتلر وأعطى العالم يعني وكار ماركس أيضا كان على أثر 50 مليون كار ماركس صاحب النظرية الاشتراكية يعني. كان أيضا في نعم. ألمانيا هو دكتور خلي أخذ فاصل وأرجع لك. هذا الحديث جميل جدا ومهم ونحتاج حقيقة أنه على أقل تقدير يعني ننهض بتراثنا الإسلامي حتى لا نعتبر هذه التجارب قد تم استيرادها من الـ من الـ من الـ يعني من الغرب. الله فيك. خصوصا انه يعني احنا يعني احنا نشوف مثل جمعيه الهلال الاحمر، هاي الجمعيه الاسلاميه تاسست بعد ان تاسس الصليب الاحمر. الصليب الاحمر اي بالحرب العالميه الاولى او الثانيه على ما اعتقد يعني بعد ان راح بعد ان احترقت العالم بنازيه هتلر وبغطرسه هتلر. هذه حقيقه مواضيع مهمه نحتاجها لكن ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الامام الحسين تفضل نتواصل معكم لكن بعد ان نقف على هذا الفاصل خليكم معنا. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية حياكم الله مرة أخرى. ها قد عدنا وإياكم مرة أخرى لنكمل ما تركناه قبل الفاصل و
موضوعنا لهذا اليوم الصدقة دواء لكل داء. أرحب مرة أخرى بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج الدكتور محسن القزويني مؤسس جامعة أهل البيت. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك حياك الله. دكتور قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة جدا مهمة، يعني حضرتك نوهت أنه ما يجري من اشتراكيات الآن أو تعاونيات هو قد خطط له الإسلام، وكانت يعني هذه المواضيع هي داخل النظرية الإسلامية وقد طبقت في الإسلام، لكن لما تقدم الزمن مع شديد الأسف، يعني احنا نشوف البيان المفروض المربع البياني يرتفع، يعني لما نبدأ بعملية من الواحد المفروض ننتهي بالمئة، لا أن نبدأ من الواحد ثم نعود إلى الصفر، يعني احنا بدينا بهذه المسألة، لكن اليوم نشوف المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأجنبية هي من تعمل بهذه الأنظمة وبهذه بنظام التكافل، بنظام التعاونية، بنظام يعني مساعدة، بنظام الصدقة أيضا، لكن في المجتمعات الإسلامية وفي المجتمعات العربية ربما على وجه التحديد غير موجود هذا. شنو السبب يعني برأيك؟ لماذا الآن في هذا الزمن المتقدم الذي من المفترض أن نكون نحن المتقدمون فيه نقوم باستيراد هذه التجارب؟ شنو الأسباب؟ لا شك ولا ريب أن يعني اقتصاديات أوروبا والدول الرأسمالية قامت على هذه التعاونيات. لطيف. هذه التعاونيات استطاعت أن تزج الناس في الاقتصاد، وسحبت الاقتصاد من أيدي الدولة إلى أيدي الأمة، ولذا هاي الانتعاش الاقتصادية، هذه الوفرة في رأس المال، هذه الوفرة في الزراعة في الصناعة، هذا كله أساسه لو تعود إلى أساسه شوف أساسه هي التعاونيات. هذه التعاونيات اللي شكلت القاعدة العريضة لاقتصاديات دول أوروبا. وطبعا بعض الدول غير أوروبا أيضا استفادت من هذه التجربة. يعني تصور أنه الآن في أوروبا هناك 3923 بنك تعاوني يعطي القروض لمنشآت تعاونية زراعية صناعية وما شابه ذلك. زين. التجربة حقيقة في الدول الإسلامية، التجربة أخيرا بدأت بعض الدول الإسلامية تجرب حظها مع هذه التعاونيات، بالرغم من أن هذه التعاونيات هي بالأساس موجودة في الإسلام والإسلام دعا إليها. طيب. بس بشكل متواضع وبشكل يعني خجول، يعني تجارب خجولة لكن قوية يعني. وهذا طبعا يعود بالدرجة الأولى من يعلق الجرس، من يتحمل المسؤولية. مع الأسف في بلادنا تحتاج شجاعة، عندنا مشكلة عدم تحمل المسؤولية في بلادنا، يعني تجد الكل لا يتحمل المسؤولية. زين. هناك ضعف في شعور بالمسؤولية، أخذ من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى الوزير إلى الإنسان إلى الطالب إلى الأستاذ، شعور بالمسؤولية جدا ضعيف. إذا إذا أوجدنا هذا الشعور بالمسؤولية صدق كثير من المشكلات السنتتي. وأنا أضرب مثال على ذلك حتى يكون جواب لسؤالك. هناك بروفيسور من بنغلاديش اسمه بروفيسور محمد يونس، هذا رجل درس الاقتصاد في أمريكا. طبعا هذا يعني أعطي هذه الصورة مو من باب البذخ الكلامي، بل حتى أروج لهذه الفكرة وأعطي صورة واضحة أمام طلابنا أساتذتنا الدارسين. إحنا قلنا أنه الدولة خليها على جنب، إحنا غسلنا أيدينا من الدولة، خوش نعود إلى الطبقة المثقفة وإلى المجتمع وأصحاب الكفاءات. هذا الرجل محمد يونس بروفيسور درس الاقتصاد في أمريكا، عاد إلى بلده، وصدفة عندما عاد إلى بلده كانت هناك مجاعة في سنة 1974 إذا يعني بعض الكبار السن يتذكرون، مجاعة في بنغلاديش يعني لم ترى البشرية مثلها، مجاعة اللي مات فيها 1.5 مليون إنسان. الله أكبر. في سنة 1924 أنا إلى الآن أتخطر صورة المجاعة، يعني ماكو حادثة بالعالم في الكون كله إنه
خلال أيام قلائل هاي الحدث يتسبب في موت 1.5 مليون إنسان يتساقطون. هذا حدث في باكستان زين. في بنغلاديش طيب. اللي هي الجزء الشرقي من باكستان بلي بلي. هذا الرجل هو رجل اقتصاد وشاف الموت، شاف الناس يموتون بسبب المجاعة بسبب الجوع، فماذا يعمل؟ الدولة هيك الدولة سائرة في مشاكل في واد آخر. فهذا الرجل صاحب نظرية، وحقيقة أنا أطلب من كل إنسان أن يدرس حياة هذا الرجل ونظريته. هذا فكر بإيجاد تعاونيات، كل خمسة يعطيهم قروض مبسطة. طبعا القروض البنوك تأسست بل. البنوك عادة نظرية البنوك للأغنياء، يعني البنوك تقرض الأغنياء حتى يدفعون شنو؟ فوائد لهم. زين. هذا جاء بفكرة أنه البنوك للفقراء وليس للأغنياء. أسس بنك ما جمع أمواله وأموال آخرين، فبدأ يعطي قروض في مجامع، يعني واضح. كل خمسة يشتغلون مثلا في زراعة، خمسة يشتغلون في صناعة، في عياكة، في رعي، في كذا، خمسة وأعطاهم قروض ميسرة وبلا ضمانات. مشكلة القروض، أنت الآن أي بنك تذهب فيه قرض تحتاج إلى ضمانة، ضمان. هذا رجل قال مالي ضمان، وهذا أكبر مشكلة حلها، أنه يدفع قروض بدون ضمانات لأنه هو فقير. من أين يأتي بالقروض؟ وهذا الرجل حقيقة بدأ بالنساء. لماذا بدأ بالنساء؟ لأنه قال المصائب الشعوب والأمم كلها تقع على رأس النساء. أكيد. المرأة نعلشون عندما تفتقر مو فقط مشكلة اقتصادية راح توجد أيضا مشكلة أخلاقية، يعني ممكن هاي المرأة يعني تفعل ما تفعل بل. يعني بسبب اقتصاد بل. ولذا قال إحنا مو فقط نحل مشكلة اقتصادية، أيضا نحل مشكلة اجتماعية، نبدأ ممتاز. بالمرأة، وبعدين المرأة إذا عملت فراح تهتم بأولادها، تمسكها بأولادها. راح يكون هي المرأة قوة الادخار عند المرأة، هو طبعا هذا من خلال دراسته يعني بلي بلي بلي. قوة الادخار عند المرأة أكثر من قوة الادخار عند الرجل. صح. يعني المرأة هي مدبرة. نعم. مو مثل الرجل. بلي. وبعدين انفاق المرأة انفاق ترشيد في ترشيد. صح. صح. يعني الرجل حتى هو في كتاباته، هذا رجل بروفيسور محمد يونس، يقول رجل يأخذ القروض، يأخذ الأموال ويشتري بها سجاير، يشتري بها الدخان، يشتري بها كذا، يشتري. بينما المرأة ما عندها هذه الأشياء، ولذا هو بدأ بالنساء وجمع خمسة من النساء وأعطاهن عمل وقروض ما تحتاجها، سوى شنو؟ مجاميع اقتصادية، نساء تشتغل في الرعي، نساء تشتغل في الزراعة، نساء يشتغلون في الصناعة، في الحياكة، في كل أنواع الأنشطة الاقتصادية. تصور، حتى أنا أذكر إحصائيات عن هذا الرجل، أنه في طبعا هو بدأ كما ذكرنا في سنة 1974 بعد المجاعة، بدأ في سنة 1983، يعني تقريبا بعد 9 سنين. طبعا هو بدأ ب500 عائلة صغيرة. في سنة 1983 بلغ عدد المستفيدين 59,000 شخص، يعني خلال 9 سنين، يعني الله مخلى بركة في عمله. أكيد. وفي سنة 2009 يعني هذه المجاميع اللي سواها هذا الرجل العبقري بلغ عدد المقترضين 8 ملايين. من ملايين إنسان استفادوا من هذا المشروع الذي تبناه. ممتاز. رجل واحد، لا دولة. ممتاز.
لا حكومة لا منظمة ولا جمعية، رجل محروق قلب شعر بالمسؤولية، هو رجل عالم يفتهم اجى وتحمل المسؤولية. يعني تصور انه في سنة 2009 8 ملايين كانوا يستفيدون من شسم. طبعا لما بدأ بالنساء الى ان كمل النساء راح الى الشحاذين، قال هاي طبقة الشحاذين اللي يستعطون، هاي طبقة ايضا بحاجة الى دعم. جمع هؤلاء ايضا وبدأ يأسس من خلالهم مجاميع صغيرة للعمل، وتمكن ان يجمع اعداد غفيرة من هؤلاء. طيب زين دكتور، انا قبل ما تسأل انا عندي سؤال كلش مهم بخصوص هذا الجانب. احصائيات في سنة 2009 زين عدد النساء اللي كان مشتركان في الجمعية مالته، يعني في المجاميع مالته 97% نساء. طبعا عدد المجموعات، مو مجموعات 5 5 5 4 5 6 ايش كان يسوي، عدد المجموعات 1,210,000 مجموعة ما شاء الله في سنة 2009. دكتور حتى يعني كم سنة تكون واضحة إذا تسمح لي، ورا تقريبا ورا حوالي 20 سنة 25 سنة يعني اصبحت جمعيه عالميه من ملايين بشر. يعني ذولا دكتور حتى توصل ذولا الفكره تخلصوا من الفقر ومن المجاعه، خلص الشعب البنغلاديش من المجاعه ومن الفقر ومن دكتور سوى حتى تكون واضحه للمشاهد الكريم حتى اللي شاهدنا والان يسمعنا ويسمع كلامنا، يعني جمع اموال من اصحاب رؤوس الاموال واعطاها للفقراء وشغلهم، يعني لو شغلهم شغلهم كل واحد كل مجموعه في عمل زين، كل ما هذول الناس كانوا فقراء ما عندهم عمل بل عندهم طاقه يقدر يشتغل، بس راس مال ما عنده، هذا راس مال الطاقه، وهذا راس مال مين لازم ياخذ من البنوك، البنوك ما تعطي ليش؟ لانه يبدون ضمانات ويردون تسديد والناس مباشر. ما عندها ضمان فعلا، وهذا بلا ضمان بلا كذا قام يعطيهم قروض لله في الله. طبعا مو لله في الله، هو ايضا بها ارباح، بس هاي الارباح مالته ايضا كان يستفيد منها. يعني وين وجه الارباح؟ كان طبعا بدون ربح اكيد، يعني هو فرض ارباح. طبعا الشحاذين بلا ارباح، الشحاذين ذول الفقراء الطبقه المسحوقه. الطلاب 5% خلاهم أرباح. ممتاز، عرف شلون يقسمها حسب حسب احتياجاتهم وحسب قدرتهم الماليه، وايضا المشاريع السكنيه خلالها 10 طيب دكتور 8% بلي. بينما الحكومة قصة أخرى، الحكومة اللي الحكومة كانت تأخذ في ذاك الوقت، البنوك العامة كانت تأخذ 20% من الأرباح، فهاي الأرباح اللي كان يجمعها ما كان يستفيد هو منها، وين كان يوديها؟ مرة ثانية يرجعها؟ كان يوديها أولا كانت تقسم إلى 4 أقسام، يعني حقيقة عقل عملاق. يعني احنا كان قسم منها اللي كان يموت من هؤلاء المجاميع، اللي يموت وما سدد اللي في عهدته من القروض يسدد مكانه، فكان يسدد مكانه الميت بعد ميت بعد ما هاي الارباح اللي كانت تجتمع قمه الانسانيه. وبعدين اضافه الى ذلك انه كان المتفوقين من الشعب من الأبناء هؤلاء المتفوقين كانوا يبعثون إلى الدراسة العليا، دراسات العليا من هذا الأول، إلى أن بلغ يعني حقيقة إلى أن بلغ المنح الدراسية في كل سنة، كان يعني هذه المؤسسة، طبعا مؤسسة جدا ضخمة زين انتشرت، كان يبعثون 3704 سنويا كان يبعثون. دكتور اذا تسمح من هاي الامور طويل جدا، انا ما بقى عندي وقت، خلي اسالك سؤال كلش مهم. اضافه الى ذلك بلي دكتور احنا ايضا بنى مساكن لمن لا مساكن من هاي الاموال، حل مشكله 665 الف مسكن بنى لهم من هاي الاموال زين. طيب فبعدين تطورت
فكرة عند بدأ ينشر هاي دكتور الفكرة. الفكرة عندي سؤال مهم. بدأ ينشر في دول العالم. أنا أكو قضية أيضا قصة أخرى. أعتقد إحنا اليوم يمكن أي واحد من الشعوب العربية والشعوب المسلمة يمكن حافظ على الغيب قصة النبي يوسف سلام الله عليه وكيف استطاع أن يتفادى ذلك الخطر الذي أحدق بمصر بالمجاعة وشلون يوسف النبي يوسف نعم وشلون روض الشعب المصري وأخذ مقترضاتهم وأخذ يعني ما يزرعونه من قمح وبعدين طامية أذا تسمح لي هذه الأفكار هذه الأفكار الآن اللي تحدثت موجودة عندنا هاي الأفكار موجودة ونقراها ونطالعها لكن ما نتقدم ولا نحرك شعور بالمسؤولية شنو السبب؟ سبب أنه من يعلق الجرس نحن ضعاف في المبادرة ما عندنا مبادرات شخصية فردية ما عندنا هسه دكتور إذا ما نعرف مو هسه يقولون احنا بس اسمح دكتور الله يخليك يقولون اللي ما عنده كبير بالمثل الشعبي ايه؟ اللي ما عنده كبير يلف لعمامه يستشير هسه احنا ما نريد نوصل الى هذا الحد عندنا تجارب أممية ممتازة جدا الآن يعني احنا حقيقة أمنا بالمؤسسات المرجعية مالتنا المؤسسة المرجعية يعني هاي مبادرة مال الجهاد الكفائي هاي المبادرة اللي أنقذت العراق المرجعية بإمكانها أن تبادر إلى هذه الحلول حقيقة وتضع هذه الحلول يعني وهذا مو شيء صعب يعني ما يحتاج لهم أغنياء ما شاء الله وهذا ما طرحناه في الأسبوع الماضي يعني أنت صور السيد الشيرازي أعلى الله مقامه بادر في صناديق أرض الحسنة وأنقذ مئات الآلاف من العراقيين المهجرين اللي كانوا ذهبوا إلى بلاد المهجر إلى إيران لا يملكون شيء زين تركوا أموالهم بيوتهم كله تركوه في العراق زين دكتور ما كان يملكون سؤال فلس أخير. أحمر من خلال صندوق قرض الحسنة تمكنوا قبل ما سؤال أخير مو ما بعد دقيقة المبادئ اللي انطلق منها لا طول مو مشكلة المبادئ التي انطلق منها هذا الرجل محمد يونس هذا البروفيسور مبادئ هاي إسلامية موجودة المبدأ الأول البدء من الأفقر فالأفقر يعني إحنا الآن عندنا فقراء أكيد بس ماكو أولوية نشوف نعطي مساعدات بلي نعم شلون اللي هو مو فقير نعم فبدأ من الأفقر فالأفقر راح إلى النساء راح إلى الشحاذين راح إلى الكذا يعني هاي مبدأ إسلامي مبدأ إسلامي يعني أكثر الناس احتياجا بلي. هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني الفقير تذهب إليه لا تنتظر أن يأتيك جميل. هذا المبدأ الثاني اللي طبقه هذا الرجل كثير من الناس الآن إحنا نروح للفقير إحنا نسأل وين الفقير ونجيبه بلي. ونعلمه ندربه نطلع شغل ندربه طبعا هو مو فقط شو اسمه يعني أساس بس فلوس بلي. بدأ مراكز تدريب يسوي دكتور أخذنا اليوم الحلقة كلها بتجربة بنغلاديش نتمنى بعدين شنو حتى أختم بعدين النقطة الثالثة مبدأ ثالث تفتيت القرض بلي. يعني هذا المديون إذا تنتظر منه سنة حتى يدفع ما عليه من قروض ربما مبلغ كبير دكتور خلينا نأجلهن إلى حلقة قادمة ذن النقاط حرامات يعني بهاي العجالة ونختم بهن صحيح لأنه في كلام يعني كثير يعني هاي نظريات حرامات إنه نختصرها نظرية هذا عمل طبيق بلي 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 فهم وأنقذ يعني بلي مجتمع كبير يعني تصور إنه 84 قرية في بنغلاديش كانت مسحوقة بلي. تحولت إلى قرى غنية بسبب هذا شو اسمه بلي. هذا دكتور أكتفي بهذا القدر من المعلومات حتى أبقى يعني ويبقى باقي المشاهد الكريم حتى إن شاء الله لي حلقة قادمة إذا بقينا وبقية في الحياة يعني ختاما أتوجه لك بخالص الشكر والامتنان دكتور محسن القزويني مؤسس جامعة البيت شكرا جزيلا أهلا ومرحبا بارك الله فيكم الشكر موصول لكم سادتي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية قبل أن أختتم حلقة هذا اليوم مرة أخرى أتوجه لكم بحقيقة بالوقوف على هذه الانتصارات التي تتحقق من أبناء القوات المسلحة العراقية وأبناء الحشد الشعبي المقدس البطل وأبناء العشائر ومن يصطف في هذا الخندق لمواجهة الإرهاب والإرهابيين من نصر إلى نصر إن شاء الله ومن تقدم إلى تقدم إلى لقاءات أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.